تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمامي الآن اختبار متوقع جديد في مادة اللغة العربية خاصة بالفصل الأول. تابعوا معي للأخير، سأشرح لكم بالتفصيل. دوما أنصحكم بقراءة النص جيدا، لأن أغلب الأسئلة تتمحور حول النص. إذا قرأت النص جيدا ستجيب بشكل سليم. لدينا النص: أحس الإنسان منذ وجد بضرورة العمل ليحصل على طعام يأكله وسرابيل تقيه الحر والقر وسلاح يدافع به عن نفسه. وقد عرف الإنسان أن الأرض هي المصدر الأول الذي يمكنه من الحصول على الرزق، فاشتغل بالزراعة، ثم ازدادت حاجته ففكر في أن ينسج ثوبا وأن يصنع آنية للطعام وأن يخترع وسيلة للانتقال، لأنه يريد التعرف على غيره. ثم تنوعت وتوسعت المهن بعد ذلك. إن المجتمع الحديث لا يفرق بين عمل وعمل، فكل عمل يزاوله صاحبه في حدود القوانين والأخلاق هو عمل شريف يجب أن يحظى باحترامنا جميعا. وإذا نظرنا إلى أي عمل بهذه النظرة، وجب علينا أن نحترم العامل الذي يؤديه، ويتساوى في هذا الاحترام عامل النظافة وناسج الثوب والمخترع والمؤلف والطبيب والمعلم. ومن الأخلاق التي تساعد على النجاح في العمل التعاون والأمانة والإخلاص والإتقان. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أسئلة الفهم: هات عنوانا مناسبا للنص. على ماذا يتحدث هذا النص؟ إذا قلت العمل، صحيح. الإخلاص في العمل، صحيح. العمل عبادة، صحيح. كل هذه صحيح، يعني كل ما له علاقة بالعمل صحيح. ما هي الأخلاق التي تساعد على النجاح في العمل؟ هذه من النص. تكتب أجوبة الفهم، عنوان النص هو العمل. 2. الأخلاق التي تساعد على النجاح في العمل هي هذه. ومن الأخلاق التي تساعد على النجاح في العمل التعاون والأمانة والإخلاص والإتقان. استخرج من النص كلمتين متضادتين، يعني كلمة وورد عكسها في النص. لدينا الحر والقر. الحر عكسها القر. الحر شدة الحرارة، القر هو شدة البرودة. أسئلة اللغة: أعرب ما تحته خط في النص. أحس الإنسان، الإنسان، من الذي أحس؟ الإنسان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الإنسان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الأرض، أن الأرض. الأرض اسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الأرض اسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يفرق، يفرق فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. حول ما بين قوسين في النص إلى المثنى المخاطب. لدينا: وإذا نظرنا إلى أي عمل بهذه النظرة،
وجب علينا أن نحترم العامل الذي يؤديه. في المثنى ماذا نقول؟ وإذا نظرتما إلى أي عامل بهذه النظرة، وجب عليكما أن تحترما العامل الذي يؤديه. وإذا نظرتما إلى أي عمل بهذه النظرة، وجب عليكما أن تحترما العامل الذي يؤديه. املأ الجدول من النص. استخرج جملة فعلية. الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل. لاحظ معي، يقول الله سبحانه وتعالى. جملة أخرى، أن يصنع آنية للطعام. يصنع آنية للطعام. الجمل الفعلية كثيرة، مفعول به. أن يصنع ماذا؟ آنية. آنية مفعول به. يريد التعرف على ماذا؟ يريد، يريد التعرف. ماذا يريد؟ يريد التعرف. التعرف مفعول به. إذن المفعول به كثير، آنية. هنا يقول الله سبحانه وتعالى. حرف الناسخ. النواسخ هي كان وأخواتها أو إن وأخواتها، هذه هي النواسخ. أن فعل مجرد. فعل مجرد. لدينا عرف. عرف فعل مجرد. فعل مزيد. أحس مزيد، هذه بالشدة. أحس. علل سبب رسم الهمزة في الكلمتين. يؤديه. كتبت الهمزة متوسطة على الواو لأنها مفتوحة بعد ضم. كتبت الهمزة متوسطة على الواو لأنها مفتوحة بعد ضم. ليأكله. كتبت الهمزة متوسطة على الألف لأنها ساكنة بعد فتح. لأنها ساكنة بعد فتح أو ما قبلها مفتوح. إذن بهذا الشكل أكون قد أجبت على أسئلة هذا الاختبار. بالنسبة للوضعيات الإدماجية قد وضعتها في موضوع منفصل. أتمنى أن أكون قد أفدتكم. تابعوني، هناك دوما الجديد المفيد بإذن الله.